أهلا بعائلة دانا فليكس، أساليب النجاة في الكوارث اللي ممكن تحصل لك أو المواقف اللي ممكن تتعرض لها ومحتاجة معجزة علشان تنجو منها. ده اللي هنفكر بيه مع بعض لما نشوف قصتنا المستوحاة من أحداث حقيقية واللي بتتكلم عن آكلي لحوم البشر في غابات الأمازون. بس اقتراحاتنا ليك للنجاة هتيجي بعد ما تعرف قصة الفيلم، فصبرك عليا وخليك معايا علشان أقولك إزاي هتفضل عايش لو لقيت نفسك في غابة بمواجهة قبيلة من آكلي لحوم البشر. إزاي هتتصرف علشان فرصتك في النجاة تكون كبيرة وتعرف تنجو بحياتك. وعلشان كده هقترح لكم حلول للنجاة ومستنية تشاركوني حلولكم في التعليقات، فخليكم معايا للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل المرعبة للحكاية في فيلمنا النهاردة واللي هو The Green Inferno. مجموعة شباب بقرروا يسافروا الغابات الأمازون علشان يحاولوا يمنعوا الحكومة من إنها تقطع الأشجار، علشان ده بيدمر الكوكب ويقتل القبائل اللي عايشة في الغابات دي. بس الحظ ما كانش حليفهم، لأن نفس القبائل اللي يقولهم علشان يحاولوا ينقذوهم هم نفس القبائل اللي لحقوهم وأكلوهم وهم عايشين. بتبدأ القصة مع شلة أصحاب في الجامعة مناصرين لحقوق الإنسان حول العالم وبيرفضوا أي ظلم على أي بشري. ولما بيسمعوا عن قتل وحرق قرى السكان الأصليين في غابات الأمازون لأن الحكومة عايزة الأشجار والمساحات الواسعة دي علشان تستغلها وتجيب من وراها فلوس، يقرروا يروحوا للغابات ويعملوا احتجاج علشان يوقفوا قتل السكان الأصليين. وتاني يوم بيطلعوا لأمريكا الجنوبية وبيقعدوا في مطعم علشان يأكدوا على الخطة بتاعتهم، وواحدة منهم بتعرض عليهم إنها تجيب مسدسات معها، بس الرئيس بتاعهم بيرفض ويقول إن السلاح الوحيد هو التليفونات بتاعتهم. بعدها يكملوا طريقهم لقلب الغابة بالمراكب، ولما بيوصلوا لمكان قطع الأشجار بيتنكروا في لبس عمال وبيربطوا نفسهم في قلب الآلات اللي بيستعملها العمال في شغلهم، وبيبدأوا يصوروا كاميرات التليفون بس مباشر. ولما الجنود بيوصلوا بيمسكوا واحدة منهم وهددوا الباقي بيها علشان يفكوا نفسهم، والرئيس كان بيصور كل اللي بيحصل ده وبيعرضوا لايف على أحد المواقع المشهورة. وفعلا الجندي كان هيقتل الرهينة اللي معاه، لكن بتجيله مكالمة بتهدي الدنيا، وبعدها بيبعتهم على بلدهم في طيارة ومنها على السجن على طول. بس واحد صاحبهم بيعرف يرشي شوية من الجنود ويطلعهم من الحبس وياخدهم على الطيارة بتاعته علشان يرجعهم أمريكا من تاني. لكن ساعتها محرك الطيارة بيعطل والطيارة بتقع ونصهم تقريبا بيموت، وواحد يقرب من الطيارة علشان يشوف أي حاجة تساعده لكنه برضه بيخبط في المروحة ويموت. ساعتها بيبدأوا يقعوا واحد ورا التاني، وبنعرف إن السكان الأصليين بيرموا عليهم سهام مخدرة وبياخدوهم ويدخلوهم كلهم الحبس إلا واحد، بياخدوه على جنب لوحده ويدوله شوية مية وهو بيطمن لهم. بس ساعتها بينيموه والساحرة بتاعتهم بتطلع عينه في إيدها وبتاكلها وهي نية، وبعدها بيطبخوه وياكلوه. ودلوقتي خلاص كلهم عرفوا إن المصير اللي مستنيهم هو المصير نفسه بتاع زميلهم اللي بقى شيش كباب. فالمفروض يعملوا إيه؟ طبعاً قراراتهم هتكون غير قراراتك واللي هقولك عليها في الآخر، فصبرك عليا وخلينا نكمل. زي ما قلنا كلهم عارفين إنهم هيتاكلوا، فكان في اختيارات كتير. الأول إنهم يحاولوا يطلعوا من الفتحة اللي في سقف القفص واللي كانت كبيرة شوية، لكن كان في حارس بيخدرهم كل ما يحاولوا يطلعوا من الفتحة دي. والرئيس بتاعهم كان له رأي مختلف وغريب، وهو إن الجنود وعمال قطع الأشجار هيوصلوا القرية دي خلال يومين أو ثلاثة وهيدمروها وساعتها هينقذوهم، وبيقول لهم لازم يحاولوا يفضلوا عايشين لحد الوقت ده. بس القرار ده مش تمام خالص. ليه؟ علشان محدش عارف مين اللي هيموت بعد كده، ممكن انت وممكن واحد تاني، فتبقى مجرد نسب وحظ، وانت اكيد مش عايز تحط حياتك في ايد الحظ. تاني يوم واحده من اللي في القفص اسمها جيستن بتصحى وبتلاقي بنت من القريه قاعده جنبها وكانت معجبه بالفلوت الصغير اللي على رقبتها، فجيستن بتعزف عليه والبنت فرحانه بيه جدا. وفي نفس اليوم الساحره بتطلع اللي في القفص وتقعد تفحصهم وبتختار منهم جيستن وبتخدرها وتاخدها على الخيمه. ولما الباقي يرجع للقفص تاني بيجي لهم فكره، وهي انهم يستعملوا التليفون اللي معاهم ويخلوه يعمل صوت وبعدها يرموه بعيد علشان يبعد الحارس عنهم، ودي كانت حركه جميله جدا وبالفعل بنصحك بيها، لكن كان فيها عيب قاتل واللي هقول لك عليه بعدين. المهم ان الحارس بيمشي ورا الصوت فعلا، وده بيسيب مجال لواحده منهم علشان تهرب، لكنها للاسف بتتمسك في الاخر. بعدها بيلاقوا جيستن راجعه تاني وعلى جسمها دهان كتير، وتقريبا كانوا ناويين يضحوا بيها وما كانتش فاكره اللي حصل علشان كانت متخدره. بعدها بيلاقوا اطفال القريه داخلين عليهم بشويه اطباق فيها اكل، وواحده منهم بتاخد الطبق وبتاكل اللي فيه وهي جعانه، بس بتلاحظ لما بتخلص الاكل كله انها بتاكل لحم زميلها للذبح والطبخ، فبتكسر الطبق وتقتل نفسها. وهنا باقي الشله بيفكروا في خطه تانية وبسرعه، وهي انهم يطلعوا اكياس الماريجوانا او الحشيش اللي معاهم ويحشروها في قلب جسمها علشان القريه كلها تسكر. وفعلا ده اللي بيحصل، لانهم لما بيطبخوها الحشيش بيتحرق وبيطلع دخان يملى
القرية كلها. بعدها بيطلعوا من القفص، بس الرئيس بتاعهم بيخدر واحد منهم ويسيبه في القفص علشان يشتري شوية وقت، أو بيطلعوا من الحبس فعلا ويعرفوا يهربوا من القرية، وبيوصلوا للطيارة ويلاقوا الجي بي اس والبطارية بتاعته خلصانة. وقبل ما يلحقوا يعملوا أي حاجة بيضربوهم بالسهام المخدرة تاني، فاتنين منهم بيصحوا ويلاقوا نفسهم مربوطين، وواحد كان مصلوب، والقبيلة بتخلي النمل ياكل فيه لحد ما يموت. ويدوب قبل ما يقتلوا جاستن بيجي واحد من القرية شايل راس واحد وبيقول لهم إن العمال وصلوا، وقصده على العمال اللي هيدمروا القرية. فالقبيلة كلها بتروح علشان تحارب، ومن حسن الحظ إن جاستن بتلاقي البنت اللي كانت بتحب الفلوت جاية وبتفكها، وبعدها بتاخدها على المنطقة اللي فيها الحرب ما بين السكان الأصليين والجيش، ولما الجيش يتأكدوا إنها أمريكية بينقذوها. وبعد ما بتوصل لأمريكا بتقول شهادتها اللي بتزيف فيها الحقيقة، علشان بتقول لهم إن أهالي القبيلة كانوا طيبين معاهم، وإن كل زمايلها ماتوا بسبب الطيارة، وبعدها تكمل في الاحتجاجات علشان تنقذ القرية من القتل. وبتخلص القصة على كده. ودلوقتي بقى تخيل معايا عزيزي الدندوني إنك واحد من الطلاب دول، وتعال ناخد الموضوع من الأول. أول حاجة ممكن تعملها لما تعرف إنك رايح غابات الأمازون علشان تساعد قبيلة هناك، هي إنك تدور على اسم القبيلة ببساطة. لقيتهم من آكلي لحوم البشر، فأكيد ما تروحش، انسى الموضوع ده تماما. وأما الحاجة التانية، فمن المعلومات الأساسية إن غابات الأمازون أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض، وعشان كده لازم على الأقل تكون رياضي أو عندك مهارات النجاة الأساسية علشان تعرف تعيش هناك. فبالله عليك ما تكونش فرفور زي المحترم اللي كان بخاف من العناكب، لأن دي أقل مخاوفك في الأمازون. وما تكونش زي المحترم اللي قتل نفسه بسبب مروحة الطيارة، وكمان ما تكونش زي المحترم اللي قتلت نفسها لما عرفت إنها كانت لحم زميلها. ليه؟ علشان أكيد لازم يفضل عندك شوية أمل إنك ممكن تعرف تهرب من القبيلة، وبرضه يفضل معك شوية من زمايلك تساعدوا بعض علشان تلاقوا أقرب مدينة متحضرة. وحط في بالك محدش عارف هتلاقوا أكل أو مدينة إمتى، وممكن تموتوا من الجوع، وساعتها الخيار الوحيد اللي قدامك هو إنك تاكل من لحم زمايلك الميتين، وده علشان ببساطة تعيش. فقلبك لازم يكون جامد. ها الحاجة التالتة بقى، دايما دايما يكون معك سلاح، واعتبره دراعك اليمين. ودي كانت أحد الغلطات اللي الطلاب عملوها، وهي أنهم رفضوا ياخدوا أي أسلحة. وأما الحاجة الرابعة واللي ملهاش علاقة بالفيلم قوي، لكن لو كنت بتركب طيارات كتير، فعلى حسب الدراسات اللي عملتها شركات الطيران عن أأمن مكان على الطيارة والاحتمال إنك تفضل عايش لو الطيارة وقعت، هو إنك تقعد في نص الطيارة. وأما الحاجة الخامسة فهي إنك أكيد لازم تخاف، بس ما تخليش الخوف يشلك عن الحركة، علشان الخوف باللا شعور هيطلع الوحش اللي جواك، وهتلاقي الأفكار بتضرب في دماغك، زي إنك تستعمل التليفون علشان تلهي الحارس اللي بيراقبك زي ما عملوا في الفيلم. وبالفعل هي كانت حركة حلوة جدا، بس الغلطة اللي عملوها إنهم عملوا الخدعة دي الصبح. ليه بقى؟ لأنها لو نفعت وعرفوا يهربوا، فده هيخلي أهالي القبيلة ياخدوا بالهم منهم بسهولة ويمسكوهم، وعشان كده الحركة دي لازم تعملها بالليل وكلهم نايمين. وأفضل خيار ليك لما تهرب هو إنك تستعمل المركب وتمشي مع تيار النهر علشان تعرف تبعد أكبر مسافة ممكنة، وده قبل ما السكان ياخدوا بالهم من محاولة الهروب دي. أما بقى لو فكرت تمشي على رجليك في وسط الغابة، فده يبقى قرار موتك، وده لأن الغابات خطيرة جدا زي ما قلنا، وما تعرفش إمتى هيطلع عليك حيوان مفترس أو حاجة تقتلك. وبرضه حط في اعتبارك إن القبائل دي صيادين بالفطرة، فبسهولة جدا هيعرفوا يمشوا ورا الآثار بتاعتك ويمسكوك مرة تانية. ونيجي بقى للحاجة السادسة اللي ممكن تنقذك، واللي هي إنك تحاول تستعمل أي حاجة معاك لصالحك، بمعنى محدش يعرف إيه الأدوات اللي ممكن تكون مفيدة، علشان في النهاية اللي أنقذ جاستن هي مجرد فلوت صغيرة على شكل سلسلة، فالساعة بتاعتك ممكن تكون مفيدة، الجزمة، التليفون، أي حاجة ممكن تنفعك. وبس كده، فما تنساش لايكك الجميل والشير والسبسكرايب، وتتأكد من تفعيل الجرس على خيار الكل عشان يوصلك كل جديد. سلام.